مجموعه من الاحزاب المدنيه دعت لوقفه امام سفاره ميانمار، وده بسبب انتهاك حقوق الانسان اللي بيحصل هناك في بورما وقتل المسلمين على يد البوذيين. طبعا احنا بنقول ان احنا جايين النهارده بنقول ما ينفعش اي حد يقتل بسبب اعتقاده وديانته، ما ينفعش حد يضطهد في بلده. احنا نازلين النهارده باسم معا ضد الاضطهاد والتمييز. الاضطهاد ده يعني حاجة غريبة جدا، والمفروض ان الديانة البوذية من ضمن الديانات اللي بتأكد على السلام وكده، وانا في الحقيقة مستغرب صمت المجتمع الدولي والمجتمع المسلم. مفيش ولا دولة عربية اتكلمت. التيار الاسلامي اللي بيحكم في مصر وفي عدة دول عربية يعني ساكت تماما. النهارده كلنا جايين ضد الاضطهاد والعنصريه بالذات اللي بتحصل في بورما، الحرق والقتل، وفي ظل ان الحكومه بدات تنسى خالص القضيه، فاحنا بنفكرها علشان نقولها ان احنا مش هننسى قضيه المسلمين. احنا مش عنصريين زي ما انتم بتطالبوا بالشريعه وبتطالبوا بتطبيق الشريعه. احنا بنقول لكم ان في مسلمين بيتم اضطهادهم، واحنا واقفين لغايه لما الناس دي تاخد حقها. السلفيين اللي بيتكلموا على الشريعه وسايبين المسلمين اللي بيتدبحوا، سايبينهم ليه؟ مسكين علينا احنا ان احنا مش عايزين زناديق في قناه الحافظ اللي بتقول علينا ان احنا زناديق عشان مش عايزين الشريعه. طب هم احنا عايزين الشريعه، طب يروحوا يحاربوا مع المسلمين اللي بيتدبحوا في سوريا وفي المرمى.